شركة في أحد هالمجالات؟ الذكاء الاصطناعي AI، الجيل الخامس 5G، التعليم، تقنيات الصحة الإلكترونية E-Health، تجربة الدمج الاصطناعي. هذا الإعلان يهمك. شركة هواوي بالتعاون مع شارك هب تفتح المجال للشركات الناشئة المتخصصة في هذه القطاعات للحصول على مختلف أنواع الدعم. أنواع الدعم المقدمة: أولها الحصول على فرصة تدريب لدى هواوي في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي. شركة هواوي بتقدم لك بعض أجهزة الذكاء الاصطناعي التجريبية وتوجهك في استخدامها في تقديم الحلول لمشروعك. هواوي راح تخصص مقاعد في مختبراتها بمدينة الرياض إذا دعت الحاجة لدمج حلولكم مع شبكات الجيل الخامس. بتكون لك فرصة تسويق وعرض منتجاتك أو خدماتك لعملاء هواوي. المشاريع المرشحة راح تحصل على فرصة لتسويق منتجاتها في السوق العالمية من خلال الفعاليات التسويقية الإقليمية والعالمية اللي تنظمها هواوي. لا تفوتك فرصة التسجيل والوصول إلى الأسواق العالمية. شارك هب، مجتمع رواد الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم جمهورنا الكريم. نبدأ معكم بإذن الله في أول لقاءاتنا لعام 2021، ومع شاركها مع الأستاذة أثير الدهج في ما يخص السرد القصصي في التسويق. تفضل أستاذ أثير. أهلاً وسهلاً، أسعد الله مساءكم جميعاً، بكل خير. أعطيك العافية أستاذ إبراهيم. شكراً بكل الحضور. أحب أشكرك أستاذ إبراهيم، لأن لولا لكم العمل اللي جمعنا ما كان موجود هذا اللقاء الحين. شكراً لكل الحاضرين، شكراً لكل من لبى الدعوة. وبسم الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد عليه أشرف الصلاة. محتوى في يوم من الأيام طلعت عليه واكتشفت أنه فعلاً في يوم من الأيام، يعني وش التسويق وقديش هو جداً مهم بحياتنا. تسويق عالم جداً كبير، وفعلاً لو ما كان موجود التسويق كثير منتجات حول يوم بنعرضها. أبسط مثال على المنتجات اللي صدق ذيك ما كنا راح نشوفها. كان يشتغل عامل نظافة في مدرسة، وكان يحاول يخترع كل فترة، يطلع باختراع جديد، بس ما كان يدعم، ما كان في داعم له في هذا الاختراعات، ولا كانت ماشي اختراعاته أبدا، ولا هي تنباع. وإن كتب عنه في التاريخ إنه فاشل، لأنه يخترع بس مو قادر تمشي اختراعات ولا هي تنباع. فجاء المسوق هوفر حل المشكلة، شرى منه وعطى براءة الاختراع الاختراعات حقه لعامل النظافة، سيطر الشركة على السوق بسبب تسويق. قدر إنه يوصل فكرة إنه هذه المكنسة تقدر توفر للأسلوب اللي استخدمه، عشان ومش هذا المنتج. وغيرها من الأمثلة كثير. أذكر إعلان في حرج كان يعرض ذيك. كان الإعلان استخدم سلف وكاهي، وكيف إن هذا الذيك راح يحمي دجاجك وراح يقدر يحافظ عليه، وإنه كفو فعلاً جاء عليه كل مرة يرتفع كان الصوم وانباع بالأخير. فالتسويق فعلا جدا مهم في حياتنا. تستخدم الشركات والناس أساليب جدا مختلفة ومتنوعة للتسويق عشان تسوق نفسها والمنتجها، سواء كانت هذه الأساليب أخلاقية أو غير أخلاقية، شفناها كثير وبعضها غريبة ومتنوعة وأنواع متعددة من أساليب التسويق. طيب بشكل عام، يعني أبسط تعريف شفته للفن، عفوا للتسويق، إن قال عنه أنه هو فن يعتمد على أسس علمية
يحفز عند المستهلك الرغبة والعاطفة بحيث إنه يستخدم هذا المستخدم التسويق، يستخدم قنوات التواصل عشان يحقق هدف ويزيد الأرباح ويضمن الاستدامة، وأكيد تحت قوانين وأخلاق معينة تضبط الإعلان أو التسويق عفواً. خلال بحثي كان استوقفني سؤال جدا مهم، شو الفرق بين التسويق والإعلان؟ وجدت أبسط فرق يعني يوضح الفرق بينهم، أن التسويق يتحكم في العاطفة. أنا لما أسوق أنا أستهدف عاطفة المستهلك، ليش؟ لأني أنت ضمن أنه يعطيني ردة فعل. فاللي يتحكم في التسويق يقدر يتحكم بالعاطفة، بعكس الإعلام اللي شفت عنه أن من يقدر يتحكم بالإعلام بيتحكم في العقل. أنا لما أقدم لك محتوى عن طريق الإعلام أنا هنا أستهدف عقلك، في بعكس لما أنا أستهدف عاطفتك أنت ضمن لك ردة فعل، مثل أنك تشتري المنتج، مثل أنك تزور المكان إلى آخر من ردات الفعل، أنا هنا استهدفت العاطفة. طيب لازم طبعا عشان أحدد مساري بالتسويق لازم أجرب أكثر من أسلوب. مع الأسف هذا شوي فيه استنزاف لبعض الوقت أو إهدار للموارد، لكن عشان أضمن الاستمرارية أنا لازم أختار لي أسلوب أحتفل بينه عشان أوجد الطريقة والأسلوب المناسب حسب جمهوري أنا. في عام 2020 قال عن أفضل أنواع المحتوى الرقمي الرائجة والمستخدمة كانت، واللي فعلاً إحنا الحين في دوامة من التسويق واللي قام فعلاً سوقه، يستخدمون التسويق عن طريق الإنفوغرافيك والفيديو والبث المباشر القصة، ويستخدم كثير الواقع المعزز اللي هو العالم الافتراضي. طيب السؤال المهم الحين، هل نقدر نسخر قوة القصص في عالم التسويق بما أنها أحد أفضل أنواع المحتوى الرقمي؟ طيب أول شيء لازم نعرف إيش يعني السرد القصصي في التسويق وكيف نقدر نسخر هذه القوة أصلاً، ونجيب أمثلة لأن صراحة بالأمثلة يعني بيتضح المقال. وأنا هنا جاي اليوم عشان أشارككم أمثلة مرة كثير. السرد القصصي، أنت لما عندك منتج أو عندك شركة واستخدمت أسلوب قصة، استخدمت أسلوب سرد، أو حتى سولفت مع المتلقي، أنت الآن عشان توصل رسالة معينة أنت الآن استخدمت هذا الأسلوب، استخدمت أسلوب السرد القصصي. ليش؟ لأني أنا ما استهدفت إني أتكلم عن المنتج بشكل مباشر. أنا ما أقدر أقول والله هذا الكوب كويس، تعال تفضل اشتريه. لا، إذا أنا استخدمت أسلوب إني أسرد قصة، استخدمت أسلوب طرحت مثال، طرحت فكرة، أنا الآن استخدمت السرد القصصي. طيب شو الهدف منه؟ ليش هو فعلا مهم؟ وليش هو أحد أفضل أنواع المحتوى الرقمي الرائجة؟ هذا الأسلوب يخلي المشاهد يحس بشيء. أنا الحين لما أقدم له قصة، أقدم له محتوى عن طريق السرد، أنا الحين ممكن ألهمه، أساعده إنه يتخذ إجراء، مثلاً يجي يشتري مننا، أو يدعم الحملة المقدمة، أو غيره من ردات الفعل. هذا الأسلوب يساعد المستهلك إنه يفهم حبه للشيء ويدرك مدى اهتمامه. يعني على سبيل المثال، أنا قدمت قصة عن ساعة مثلاً، هنا المستهلك لو انجذب لي وقاعد كمل المقطع أو كمل القصة والمقال وفعلا شد الموضوع، هنا أنا خليته يدرك مدى اهتمامه بالساعة، هنا أنا خليته يستوعب، خليته يحس بشيء. فهذا هو الفكرة من الأسلوب السرد القصصي. طبعا أنا مستخدم كثير حولنا وبجيب أمثلة عليها، بنطرح سؤال جدا مهم، هل هي هبة بس ولا هو أسلوب لازم إني أعتمد؟ وإن شاء الله اليوم نقدر نجاوب بهذا السؤال. طبعا لما أقول سرد قصصي ما نقتصر سرد القصص على كتابة قصة فيلم مثلا، أو أني أسردها في مقالة، أو أني أسردها في قصة. أنا أقدر أسرد قصة عن طريق صور، والصور أقدر أوصل قصة، سواء كانت أكتب شفهيا أو صور مكتوبة، أقدر أوصل قصة عن طريق أخبارهم باستخدام قنوات التواصل. وهذا الأسلوب يستخدم من قنوات التواصل إلى اللوحات الإعلانية، ويا ما شفنا إعلانات وصلت لين آخر الدنيا بسبب استخدام السرد القصصي. ليش؟ لأن هذا الأسلوب له يملك خاصية مميزة، يقدر يوصل صدى، يوصل ردة فعل بشكل يعني ما نقدر ما نحس فيه إلا هو داخل مجالسنا،
داخل جوالاتنا فجأة ينتشر. ليش؟ لأن هذا الأسلوب يستهدف العاطفة. في دراسة عالم النفس جيريوم وجد أننا نميل أن نتذكر الحقائق أكثر ب 22 مرة من لما أنها تنقال بشكل عام. متى؟ لما تنلف هذه المعلومة في قصة. نفس فكرة لما كانت أم تقول مثلا لا تلعب بالنار، ترى فلان صار له كذا وكذا وكذا، لا تمشي هنا ترى فلان صار له كذا وكذا وكذا. فأنا لما أجيب قصة يزيد نسبة تذكر المعلومة، والفضل يعود أكيد لتضمين المعلومة في القصة. هل بإمكاننا تسخير قوة القصص في التسويق؟ هذا اللي نعرفه. زي ما قلت إنه هذا الأسلوب له صدى، إنه ممكن يوصلنا من السوشيال ميديا إلى الشوارع. شركات كبيرة عرفت هذا الأسلوب، وكثير منها اعتمدت أسلوب لتدشين قطعة جديدة مثلاً عندها، استخدمت أسلوب لتدشين حملات، لتدشين منتجات وإلى آخر. فخلونا اليوم نستعرض هذه الشركات. رواية القصص وسرد القصص مو غريب على ديزني، هذا الشيء اللي عرفناه منهم أصلاً، وهذا الشيء اللي إحنا قادرين نتلقاه منهم. فديزني في مرة من المرات سووا إعلان عشان يوصلوا لنا قصة، عشان يوصلوا لنا فكرة، عشان يحكون مشاعر عندنا. اسمحوا لي اليوم استعرض لكم هذا الإعلان. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to battle with unbearable sorrow, to run when the breakdown of gold, to right the unrightable wrong, to love pure and chased from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow the star. No matter how the hope goes, no matter how far. شكرا لكم. وش اللي فهمناه من هذا الإعلان؟ ببساطة استخدموا أسلوب السرد القصصي، خلونا نتعلق بالشخصية، خلونا نرتبط بعاطفة مع المصورة، مع القصة اللي هم عرضوها لنا، وكذا قدروا يوصلوا لهم معين. أحد أبرز الأمثلة في عالم التسويق السرد القصصي كذا، قبل فترة صار لي شغلة اضطريت إني أدخل أقطع معرض المعلومات. أبل أخرجت فيلم يحكي قصة ضياع دراجة ثلاثية في العجلات، طفل بتضيع ونشوف رحلتها المليئة بالمغامرات عشان تلتقي بصاحبها الشاب. الجدير بالذكر أن تم إنتاج هذا الفيلم لصالح شركة أبل بواسطة المخرج وكاتب السيناريو والحاصل على جائزة الأوسكار مايكل. تم تصويره بالكامل
عن طريق آيفون 7 بلس، وهذا شيء جدا يدعم اللي هي تبغى توصله. بالإضافة حصل هذا الفيلم على تقييم السينما الفرنسية الكلاسيكية، ويعرض الفيلم العديد من مميزات الآيفون بما في ذلك الرسوم المتحركة والتصوير تحت الماء والفاصل الزمني والحركة البطيئة. هذا كله يقدر يوصفونه عن طريق فيلم. تشرح مجموعة عفوا هذا بنشوفه الحين إذا تسمح لي أشارككم. C'est le grand départ, enfin, soi-disant. Comme toujours, je suis la première, ou bien tous les autres sont les derniers. Marseille, la bonne. Non, mais j'avais pas oublié. Hein. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Ça va pas recommencer, on vient juste de partir. Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Pas encore parti. Loin d'être arrivé. Quand est-ce qu'on arrive? Pas encore parti. Loin d'être arrivé. Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? باختصار كان هذا هو الفيلم. نجد قصة الفيرمونت. ايش سوى الفيرمونت؟ لأن بعض الأماكن ما هي محتاجة أنها تخترع قصة، ما هي محتاجة أنها تألف. بعض الأماكن عندها قصصها الخاصة عشان ترويها وتحكيها وتستعرضها. فندق فيرمونت هو واحد من هذه الأماكن. هذا المكان صار فيه حدث جدا لطيف. باختصار كان فيه اثنين طلعوا باحتجاج شهير حق السرير من أجل السلام عام 1669. كان حدث مشهور وقتها. شارك هذا الاثنين في هذا الاحتجاج ضد حرب الفيتنام. بعدها خلال فترة من 7 أيام دعا الصحفيين وأصدقاء إلى غرفة نومهم. ليش؟ لأن هذا المكان اللي طلعوا فيه بهذا الاحتجاج. خلال هذا الأسبوع سجل لينين أيضا نشيد معين وطلع بوقتها انتشر. قرر فيرمونت إنه يستخدم هذا الشيء مصالحة. ليش؟ لأن هذا الحدث صار في هذا المكان. قرر إنه يحتفل بهذا الحدث التاريخي. أعاد تصميم الجناح. سوى دعوة لبعض الأشخاص المهمين عشان يستعيدون ذكرياتهم ويعيدون فكرة الحدث. عزز الواقع الافتراضي في هذا الجناح، بحيث أن اللي يقيمون في هذا الجناح يقدرون يلبسون سماعات ويعيشون الواقع الافتراضي ترجع لهم ذكرى الاحتجاج هذا. وبكذا قدر يوصل فكرة. استخدم القصة، استخدم التقنية عشان يوصل فكرة، عشان يحرك شعور، عشان يخليك تحس بشيء. كارتيه برضو لما جو بيجو من الشرق الأوسط ما قالوا إحنا الآن بنجي نتمنى أنكم تزورون فروعنا وتشوفوا المنتجات الجديدة. لا،
قالوا جملة بسيطة، قالوا احنا جايين عشان نكتشف ثورات أرضكم ونقدمها لكم بالطريقة اللي تناسبكم، ببساطة، بقصة، حبكوا شيء. وكان شعارهم ولا زال على الانستغرام وراء كل قطعة قصة. حتى لما دشنوا ساعة جابوا شخص مشهور أعتقد أنه كان لاعب، وقالوا قصة كانت ملهمة عنه في حياته، برز القصة في نهاية المقطع عن طريق قصة. برضو أرمز أحد الشنط اللي نزلت مؤخرا في حسابهم، أعلن المصمم عن قصة تصميم القطعة، كيف كان للمرأة اللي قابلها أثر على تصميم هذا الشنطة. القصة باختصار إنه كان قاعد في محطة القطار، وكان جنبه امرأة طاحت الشنطة من يدها وانكبت أغراضها. هو حدث مو شيء غريب يعني، لكن الصدفة الحلوة إنها كانت قاعدة جنب هذا المصمم. ساعدها وجمعت أغراضها. بعدين لما سألها أنت ضايق أكيد اللي صار، وش تتمنين يكون شنطتك الجديدة تشترينها؟ عطته بالضبط المواصفات اللي تبيها وصممها ونزلت فيها. القصة موجودة على حسابه في انستغرام. والقائمة تطول. فعلا الشركة الموفقة اللي يناسب هذا الأسلوب مع المستهلك اللي قاعد يستخدم منتجاتها. من أشهر الشركات نايكي وسيجنال وفودافون ومانشستر يونايتد وسكوير يستخدمون هذا الأسلوب. بالذات نايكي معتمدين هذا الأسلوب خصوصا في الفترة الأخيرة في حملة جديدة طلعوا فيها حقت كانت تدعم المرأة، استهدفوا فيها في بداية الشرق الأوسط، وفعلا لما شافوا إنها صدق كانت ناجحة اعتمدوها عالميا. ولأن الأقربون أولى بالمعروف، ما ننسى أحد أهم وأبرز الأمثلة اللي أنا شفتها على أرض الواقع، شركة ساري. في شركة ساري أنتجنا مشروع ساري استخدمنا فيه أسلوب السرد القصصي، وكان هذا الأسلوب مناسب جدا مع الحملة اللي أطلقناها وقتها. ليش؟ لأنه قدر يوصل الفكرة، قدر يحرك شعور، قدر إنه يعطينا ردة فعل بالضبط مثل ما تخيلناها. اسمحوا لي أشارككم المقطع. تلقاها بادي يومها من بدري، كل يوم وهو على نفس العادات، ما تغير منها شيء. تلقاه يتفرق عند واحد دوامك ويحرص عليك كأنك واحد من أهله، حتى لو المتسترين حاربوه ما استسلم، لأنه عظيم ومحارب ويحب يشارك ويواكب، لأنه مثل ما تعرفه هو يعرفك زين. عشان كذا خلونا ما ننسى ونجدد ذكرياتنا معه، لأنه كان وما زال مصدر بهجتنا. وما ننسى أن وراء كل وطن عظيم مشروع ساري. أتمنى هذا فعلا يوصل لكم شيء يعني، لأنه يعني لي لو حضر فيكم شيء صراحة. في الأخير أحب أوصل فكرة إن مهما كبرنا نظل ما ننسى شعور لما تنقال لنا قصة. حتى الناس اللي نحبهم نحب دائما نسمع قصصهم، نحب دائما نسمع آخر من سرداتهم عن طريق قصة. ما نحب نسمع بس كلمة بخير، طيب شيء فلاني قصة لنا قصة. حتى لما نشتري منتج يعني لنا كثير لما نعرف قصته، يعني إن خاتم عرفني قصة صنع، يعني إن فستان عرفني كيف جت فكرة تصميمه، وإلى آخره. أنا أعتذر عن التحيز بالأمثلة. فحتى بالرغم من أننا نمتلك تطور في التكنولوجيا، تطور في التقنية، ما زالت القصة تأثر فينا، تحرك فينا شيء، ما زالت تخلينا نقدر نعطي ردة فعل. ما زالت القصة متمسكة بهذا التأثير، متمسكة بتأثيرها حتى بأبسط شيء. القصة ما زالت تسعدنا، القصة ما زالت نعطيها انتباه،
لدرجة حتى إلى الآن في إعلانات لما تدخل على طول مش أنت تفاهم، حتى لو كان هذا المرة المليون نشوف فيها الإعلان لمجرد إن فيه قصة وإحنا نحبها. إذا كان الموضوع لاق على انتباهكم وجذب اهتمامكم، هذا الموقعين مليانين معلومات وأمثلة، إن شاء الله أنهم يفيدونكم. شكرا لكم، شكرا جزيل الشكر لكل من ألهمني اليوم بقصة، شكرا لمن أعطاني أمثلة، شكرا لك أستاذ إبراهيم، شكرا للناس اللي لبوا الدعوة وحضروا، يعني لي كثير. إذا في أي أسئلة أو شيء أنا حاضرة. حياك الله يا أثير، يعطيك العافية، ما قصرت ما شاء الله. شكرا جزيلا. عندنا مجموعة أسئلة وصلت من بعض المتابعين. السؤال الأول يقول كيف أستخدم التسويق بالسرد القصصي، كيف أستفيد منه في تسويق نفسي؟ تسويق الذات حد ما ينفع تبقى موجود، أنا ما أقدر أقول شيء. معلش بس أنت اللي طاح الموضوع، تفضل. السرد القصصي يعتمد على أن يكون في فكرة، إذا كانت في فكرة تقدر منها تطلع الأفكار الرئيسية، تقدر تسخرها في إنتاج الفكرة النهائية. ما أدري إذا أجاوبت على السؤال أو لا. طيب يعني قصدك إنه ممكن تكون في نقاط معينة بحيث إن الواحد يتكلم عنها ويخلق قصة عليها عشان تمر على هالمراحل هذه. فعلا. تمام. طيب السؤال الثاني يقول هل ممكن نقول إن القصة لازم يدخل فيها شيء عاطفي أو لازم يكون فيها نقطة عاطفية؟ لا مو شرط، لكن هي رحنا ولجينا، هي لازم تحرك العاطفة حتى لو ما استخدمنا عاطفي. طيب ممتاز. السؤال الأخير، هل لازم تكون فعلياً القصة صحيحة أو ممكن تكون نسج خيال؟ أكيد نسج الخيال، مو شرط أنها تكون حقيقية. أعطى على ذلك هذا قصة حقيقية، لكن قد يكون فيها نوع من الإضافات. كنتاكي أعتقد سووا إعلان قبل فترة، سووا بداية الإعلان سووا على إنه حساباتهم كانت مهكرة، بعدين بدأوا إنهم يأثرون بتأثير على، بدأوا يتكلمون بأشياء واقعية، بعدها دشنوا فكرتهم. فمو شرط إنها كلها تكون قصص حقيقية، لازم يكون ما دام الفكرة موجودة عادي يكون في إضافات. جميل. آخر نقطة بقولها بس مشاركة تفهم من أحد المتابعين، هي مقولة لجون وستربينج يقول رواية القصص هي أعظم التكنولوجيا التي خلقها البشر على الإطلاق. عندك تعليق عليها يا بير؟ فعلا هذا يجسد الواقع اللي قاعد يصير حول الإعلانات، اللي تضرب أكثر شيء هي اللي كان وراها قصة. ممتاز، الله يعطيك العافية يا أثير، وشكرا جزيلا لك ولحضورك، شكرا لكل من تابعنا، إن شاء الله كان الموضوع سلس وجميل وأخذنا منه أقصى فائدة بإذن الواحد الأحد. ترقبونا إن شاء الله في حلقاتنا القادمة في شاركها. الله يعطيكم ألف عافية، وشكرا جزيلا لكم جميعا. شكرا.